اهلا وسهلا حبايب ديالي، كي دايرين؟ السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. طالعه في الدروج وكنطلع النفس وكنصور معكم. اش كتعاودوا؟ حل الباب زعما بغيت نخرج للسطح. الله 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 الله، اش هاد الشيء؟ هذا النهار يوم العالمي للصابون، يوم العالمي للصابون هذا النهار. المهم الجو كان في الصباح مغيم، من بعد كان شويه كان الشمس. المهم هانتوما شي تصبون باليد شي بالماكينه. اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا احوالكم صحتكم وداكشي اللي كيهمكم كامل يكون مزيان. المهم الا شفتوا شي حاجه ميكو. وهنا حبايب ديالي فورت الدشيشه، الدشيشه عادي، المهم ماشي ديالي مرمز، حنا كنقولوا الدشيشه عادي، جبنه اللبن. الا شفتوا في فيديو اخر اللي داز ملي مشينا عند عائله راجلي زيو، عندهم تما واحد المحلبه زوينه، المهم نقيه، جبنا واحد 5 لتر. وهذا النهار صبحت عليه فورت الدشيشه، خليته حتى برد وارا برا ما شاء الله. الدراري خصوصا الدراري، انا ماشي بزاف ولكن الدراري كيعجبهم. غادي نركزوا بحال هكا على شي حوايج هكا صحيين اللي كيكونوا زوينين من دابا الفوق ان شاء الله. هذه هي الوقت ديال هذا سميتو بركوكش ياك، المهم كل واحد ذو كي كيقول له، حنا كنقول له هكا الدشيشه باللبن كيجي كتجي زوينه. المهم عمرت اليوم هنا واحد السطل، المسامحه الا شهينا شي واحد. وهذا النهار اكلت كلشي بالدشيشه، كلشي صحي، فورت عاود الفول بوحدو ودرتو مع الدشيشه كيجي. المهم كنفور كل واحد بوحدو، كنقطع واحد شويه فصوص ديال الثوم نقليهم في الزيت والملحه والدشيشه والفول والربيع، صبروا معكنوس. يا سلام يا سلام كيجيو فنين. وهنا درت واحد شويه الشوربه ديال القرعه الحمراء اللي جبت معايا حتى هي من الحسيمه، زوينه ديال البر ياك هكاك. المهم هكا كيسميوها. وهنا درت الفول هكا بوحدو، المهم لعبت على شي وشي وقلبته. هادو درت واحد شويه فصوص ديال الثوم عاود مقليين في الزيت وقزبر المعكنوس والملحه، كندير واحد شويه ديال التحميره والكمون، صافي كنمعكو هكا بالفرشيط. دابا راه يد وحده اللي كتمعك، كندير بيد وحده وشاده التليفون بيد وحده. المهم خصني نمعكهم مزيان، ما تديوش عليا، خصني نمعكهم مزيان. كيجيو عرفتوا الجو فنين بنانين وزوينين، اصلا صحيين هما. شوفوا ما شاء الله كيجاو، درت ليه واحد شويه ديال الخرقوم باش نضيف ليها غير اللون وصافي. اصلا الخرقوم راه صحي، ماشي زعما جاو فنين فنين والله القسم. شي حاجه هكا كتكون صحيه كما قلت لكم كتكون زوينه. ونطفيت على داك القرعه. شنو كندير القرعه؟ كنقطعها في الماء، كندير غير شويه ديال الماء، ماشي زعما ندير لها بزاف حتى يدوز ليها من الفوق. الماء والملحه وشويه زيت الزيتون وفصوص ديال الثوم. نتوما الا بغيتوا ديروا معاها مطيشه، ديروا معاها خيزو، ديروا معاها شعل من حاجه. انا ما كنديرش معاها هاد زعما هادشي اللي قلت لكم، كنديرها غير هكاك بوحدها كتعجبني. مره مره كندير معاها الفورماج، ولكن انا كتعجبني هكا غير بالزيت والملحه والثومه، كتجي فنه كتعجبني زوينه. صافي كنطحن بالميكسور عاود بيد وحده وكنصور بيد وحده. عجزت شكون غيجيب عاد السيبور ونركب التليفون وندير. اصلا هذا النهار والله القسم ما جلسنا، كنا نهار كامل وحنا واقفين صبنا ودرنا شعل من حاجه. تم على الصراحه ما كتساليش، والنهار كيطير، الوقت ما فيهاش البركه. ما عرفتش واش غير انا اللي عندي التماره بزاف اللي كنحس بهذا الشيء، ولا كل شيء عباد الله، ولا دابا النهار كبر شويه عاد الليل صغار. اختكم ما عليهاش الكلاص. المهم التصبين ديال هذا الصالون اللي عندي هنا في كوزينه، كلشي كلشي تصبن، هادو درتهم في الماكينه، هو هادشي كلشي تصبن باليد. المهم كانت الشمس دابا يلا رجع شويه سميتو. هادو سايد صافي تقطرو، دابا غادي ندير نشرهم شويه هنايا. يلا خليكم معايا احبابي. ها انتما وخيبا لكم كلون بوحدو. المهم صبنا كلشي ما شاء الله، كلشي خرج، كلشي ان شاء الله تشوفوا حتى يتقاد. شوفوا صباح الخير، صباح النور والانوار على الحبايب ديالي زوينين، كي صبحتوا لاباس عليكم. هذا النهار واحد اخر، ماشي النهار اللي صورت لكم من الصخر. صراحه صافي ما قضيتش نكمل الفيديو، كما قلت لكم عييت مع التصبين، جبت البيت،
كان وجدوا ان شاء الله نحيدوا علينا شعل من حاجه. اصلا كان البيت صافي مكرفص وصل واحد الحد خصو ضروري يتصبن، ماشي نخلي زعما حتى يقرب رمضان ولا شي حاجه. صافي نهار اللي كتوصل الوقت صافي خصك ضروري ديري داك الشغل، ماشي عاد تستناي من بعد يقرب العيد ولا يقرب رمضان. ومنها عاود غادي نقص عليا ما حد ان شاء الله يجي للعواشر يدخلوا علينا وعلى أمة الاسلاميه يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين. الله يرزق الجميع ان شاء الله الصحه والسلامه والمعيشه غلات والله ندور ندور نقول المعيشه غلات الصراحه، ما نقول لكمش. صعيب الحال صعيب الحال، الرجال والله الا تشوطوا مساكن، ماشي كلشي ولكن كاين اللي مقيدين بكلشي، كاين الله يحسن العوان الخدمه قليله ولا كتكون الصحه قليله ولا كل واحد وظروفه. حنا ما نقولوش راه كلشي كلا كلشي يشرب كلشي عنده، الله يرزق الجميع ان شاء الله يا ربي ترحمنا وتهز علينا هاد الغلاوات وهاد الشيء اللي كاين. صبحت هاد النهار هادو كلشي صبناهم باليد، هاد الصالون وسيد وطلامط صبناهم كامل باليد وخليتهم البارح نشرتهم. المهم راه شاركت معاكم درتهم بالطريقه عادي، وهذا النهار خصني ضروري ما نقلبهم ونطلقهم باش صبحوا ما شاء الله صافي نشوفوا يلاه كيبانوا ليا باردين. نقلبهم نطلقهم باش يضرب فيهم الهواء، واخا هذا النهار ما كاينش الشمس ولكن المهم الجو ماشي بارد الصراحه، هذا النهار الجو عادي. انتم هاد اللي زور هادو اللي كنفرش في البيت ديال الكلاص، انا عندي اللي عندي في كوزينه الفوق على الزربيه، كتبقى الزربيه نقيه ما كتجمعش الخش، صافي هذا كيكون فوق منها صافي مخير، ما زعما ما تخافي من والو. هكا البيت اللي كيكونوا فيه الدراري كتار ضروري تكون عندهم شي حاجه هكا في يديهم يهزو يحطو. وهنا عاود هاد الوسيد هادو حتى هما قلبتهم كاملين باش يضرب فيهم الهواء، وهزيت هادو حتى هما نطلقهم باش يضرب فيهم الهواء حتى هما ينشفوا. الصراحه النظافه احسن شيء، واخا الصراحه التماره صعيبه ما نقول لكمش، ولكن النظافه كتكون زوينه. مره مره بنادم يدور هكا بالحال الدار عندي لتحت كلشي نقيه، واخا كيكونوا الصراحه ما نقول لكمش راه مجموعه، انا ماشي من النوع كاينين شي وحدين كيفاقوا. صباح الخير البنات، هاد النهار صبحت عندي الدار مجموعه. واش هما ما كينعسوش ما كيبدلوش حوايج ما كيكونوش المواعن ما كيكونوش، انا ما نقدرش نقول صبحت عندي الدار مجموعه كيصب. ها انتم ما شاء الله واخا الجو داير هكا مغيم ولكن الجو ماشي بارد، فيه الهواء ولا العوين حنا كنقولوا شوفوا شوفوا كلشي كيتشاير والله الا كلشي صافي. نشفوا الحوايج هذا بعدا راه نشف اللي كنديرو، هادو كنديرهم على الزربيه فنينه البنات، كنت خديتهم من بونو كازيو عاد جداد وزوينين، كنت خديتهم زعما على الاساس الناموسيات ديال بناتي شعال هادي، ولكن كيبانوا لي بحال ما عرفش ما يليقوش ودرتهم على الزربيه. وهادو صافي يبسو والله ما نويت زعما من البارح اليوم حيت صبناهم باليد، ما صورتش معكم كما قلت لكم حيت بناتي حباش يعاونوني. اي بان لكم الخيوط شي ابيض شي خضار شي الله يجيب الرزق ان شاء الله باش زعما نبدل الفراش كما كنقول لكم دائما. انا غدا غيب شويه عليا قال لك لا زربع على الصلاح نديرو حاجه حاجه. راه هذا ما شاء الله عنده 14 عام 14 عام اللي عنده هذا. وسيد حتى هما هاد الطبي اللي كندير انا في البيت في الدخله ديال الكوزينه، المهم الدخله ديال البيت في كوزينه، هذه بلاستيكه ولا جلده ديال الطبله اللي عندي لهيه ما شاء الله وسعيد عندي. انتم شيت تحيدات لوسنس لا شي كنخيطهم غير بالخيط ايوا صافي هذا مكان صافي قريب ان شاء الله هذا النهار هو الاخر باش نركب ندير، حيت الصالون تما كيجلسوا الدراري تما كيلعبوا تما كيدار كلشي. ومن هادو عندي جوج، واحد ها هو عنده هكا فاس سامبل وعنده هكا مزوق، واحد ها هو هنا هيبانوا لكم الطواجن ملي كنغسلهم كنديرهم هنا باش ينشفوا حيت كتكون فيه الغموليه الا ما يبسش مزيان. وهذا مكان وهذا مكان قلبينا نشوفوك ها انا ما كنبانش مزيان ما عرفتش علاش انا ما كيبانليش راسي مزيان. كاين الشعاع واخا زعما ما كايناش الشمس ولكن كاين الشعاع وما كاينش البرد. هاد النهار ما لبستش البينوار الجو زوين الصراحه والله الا زوين هكا الخروج
وتصابين والله الا ضربت غير على الله وصافي، قلت سيبقاو هنا واحد 3 ايام ناري يديروا يديروا الريحه من اللي كيبقاو هكاك، ولكن صافي هادو نشفوه. والله الا نشفو صافي تقريبا، كتلقيهم باردين غير شويه من هنايا. المهم شارك معكم هذا النهار اخر كما قلت لكم البارح، ما وصلتش ندير فيديو كامل حيت ملي كنحط الكاميرا بناتي كيهربوا. يلا خليكم معايا حبايب ديالي، اي حاجه درتها اكيد غادي نشاركها معكم كما العاده. شوفوا شوفوا ما شاء الله، وهنايا كاين فليفلات كيتشوا في الفران ما شاء الله، كندير الغدا. وانا سلقت بلاتي بالبطاطا نسيتها على البوطا. شوف هادي مسكينه كي ولات، هادي الليلي دائما كندير معها واحد النص ديال الحامض باش البرمه ما تكحل، وبطاطا كتجي فيها البنه زوينه. دائما كيجيني سميت الفران، ها هو اتيمات ديال 60 يترو، وهذا ما غاديش ننصحكم عليه، تبان لكم واحد الميكا فيها بطاطا لهيها. هذا فنه ديري بها غير بوطه بحال هكا، بوطه واخا. المهم اما الفران لا، حيت كيشعل يا اما من الفوق يا اما من التحت، ما كيشعلش من فوق ومن التحت. داكشي كيدير غير كيكا اما الخبز ولا شي حاجه اخرى زيرو. تا سميتو مشات ما بقاتش سميتو. داك البطاطا اللي سلقتها درت واحد ورق، المهم الزبده في الطوا ديال الفران، حكيت هنا الثومه، هنا رشيت عليها الملحه، درت من احسن ديروا زيت الزيتون الى المهم الى حاضره، وهنا عندي الزعتر نبقى نهزو وندهنو من احسن بحال هكا. الا درناها هكا بيدينا شي كيتقاس بالثومه والزيت شي ما كيتقاسش. صافي الفران شعلته يسخن من الفوق ومن التحت، المهم كتجي مشويه. انا ما تقريبا كنديرها كل نهار حيت ما كياكلوليش بطاطا هكاك بوحدها، نديرها في مرميطه ولا في الطاجين، ولا ضروري خصني يكون معها الدجاج ولا اللحم ولا شي حاجه. ملي كنديرها بوحديتها كياكلو غير شويه صافي كتبقى تلاح، وهذا الوقت ماشي كن ما كيرميوش بطاطا، دايره 10 دراهم الكيلو نكون معكم صريحه. صافي كندهنها كامله، وهنا انا دائما عندي الزعتر كنشريه نغسلو نقيه وكنديرو في بواطات بحال هكا ولا في شي حاجه اللي كنحتاجو كنلقاه موجود. الزعتر ولا كليل الجبل هنا كنقولو يزير. هانتوما صافي غادي ندخلها في الفران توجد ونرجع معكم. البطاطا شتو كي جات مشويه، واو 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 رائعه الصراحه المذاق، ما نعاود ليكم خصكم تجربوها. شوف كتشكشك، هادي درتها بالزعتر، هادي طوا وحده اخرى عندي هنا كليل الجبال اللي كنجيبو خضار كنيبسو، المهم كنغسلو الاول كنيبسو وكنديرو في شي قريعه، شي قريعه في القرعه. كتجي زوينه الا بغيتو ديرو حتى الحبق. هاي فين كنديرو كنيبسو، هذا راه يابس كنغسلو نيبسو كنديرو، المهم كنحيدلو داك العواد. هادي راه درت لها الزيت والثومه دهنتها مزيان. انا درت الشرميله ديال البصله ومطيشه، دابا اللي عزيز علينا غنديروا له الشرميله ديال البطاطا ديال المطيشه والبصله، ما بقاش داك الدجاج محمر و ما تديوش على المقله. هاد المقله راه عندها شي عامين ولا 3 سنين. اييه مهم داكشي تقطع عشوائي نخليه يجي معسل، عاد نزيد لها الفلفله اللي شويتها في الفران. ايوا صافي هادشي اللي كاين احبابي العزاز. هنايا درت داك الفلفله، درت واحد شويه ديال زيت الزيتون، المهم اللي شويتها في الفران الملحه وشويه ديال الزعتر، حيت انا عندي واحد جوج الاشخاص ما كياكلوش سميتو ما كياكلوش الفلفله في التعميله، غادي المهم ندوزها هكا نص نخليه ناكلو هكا كون نص نديرو مع التعميله باش نخلي النص ديال التعميله ما فيهاش الفلفله، فهمتوا؟ ان شاء الله نكون وصلت الرساله.
الملح والزعتر. الا بغيتو ديروا الثومه ديروا كتجي حنه. شتو ما شاء الله كيكون معسل. درت لواحد جوج بصوص ديال الثوم قطعتهم هكا باش يطلقوا فيه. صافي نخلي النص كما قلت لكم هكاك والنص نديرو مع شرميله شرميله ميله ميله. الحبايب ديالي طلطينا الشعر درنا صلينا جمعت الحوايج داك الحوايج كلشي يبصو ما شاء الله جمعتهم من السطح. المهم سالينا دابا نمشي نطحن داك العطريه اللي شريت معكم داك نهار التحميره. شريت داك الفلفله درتها في الميكا راه مسحتها وحيت لي هذاك باتي نشوف ها هي حيت لي هذوك العواد اللي كيكونوا عندها مسحتها ويبستها في الفران. شتو ما شاء الله كنحيد ليها غير داك العويد اللي عندها هنا كنخليها بزريعتها حيت الزريعه هي اللي كتكون زوينه. مهم درتها في هاد البلاستيك ربطتها مزيان. وهذا عندي الكمون هنا كان عندي جبته فوقاش كنت جبت كيلو طحنت النص بقى ليا النص مغسول ومنقي وكلشي. دابا نتلاقاو ان شاء الله نمشيو ما نعرف منين غنسبق امي ماشي نمشي غير نطحن هادشي نمشي بلايص اخرين ان شاء الله نشارك معكم. السلام عليكم حبابي وصلت العطار فين المهم فين البلاصه اللي كندي منها دائما اكيد مهما كندي زعما التقضيه ديالي دائما من هنايا. ويلا عجبتني السلعه ديالهم ايوا نتوما دوزوا واحد واحد دوزوا في خطره عندهم السلعه زوينه والثمن مناسب غادي نشارك معكم. خليكم معايا حبايب ديالي كل حاجه نقول لكم الثمن ممكن تقولوا الثمن مش مشكله. صافي نتوما طحنت التحميره كيخرجوها من الماكينه في ميكا ضروري بلاستيكا. من بعد انا كنقول لهم يديروها لي في الكاغيت حيت الكاغيت زوين صحي احسن. عندك 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 هذاك تقطع معليش ندير صافي. وهذا الكمون حتى هو غنديرو في الكاغيت وهنا غادي نوريكم المهم شنو غنشري ندير معكم كل حاجه وثمنها. ما شاء الله كل شيء موجود الله يرزق كل واحد. يزبق زر شغل مكتيكي احسن يعني. بسين هذا راس الحانوت كيقولوا راس الحانوت المساخن كل واحد كاين شي حاجه اكثر من هذا الشيء شي ماركه اخرى العشوب و كل واحد وشنو كيدي. الخلطه ديال الحريره وديال الرفيسه ديال كل شيء هي هذه اللي بغى شي خلطه اخرى وما اللي المهم يختاروا راه عندهم كل شيء العشوب هنايا ولا العطريه اي حاجه راه عندهم هنا كاين حتى اللي مطحون اللي بغى يشري مطحون. خلطت شويه منه ومن هي فيه كلشي شعل من حاجه فيه فيه داك الكوزه الصحراويه ها نتوما شطو البزار انا كنحيدو حاور ندي واحد شويه ديال القزبر حبوب حتى هو تشوفوا الطريقه شنو كندير له. سميتها خميفه نسود هذا منقي شعل الثمن هذا شعل الاخر 11000 هذا 9000 9000 11000 ماشي بلدي هذا بجوج بجوج بلديين هذا اللون هذا الا منقي علاش زايد شويه في الثمن ولكن يمكن هذا احسن دير من هذا واه دير هذاك. حبه حلاوه عندهم زوينه هنايا واخا ما كتبانش على حسب الضوء. انتم حبات كبارين ما شاء الله. شحال دايره الكيلو؟ 70 درهم. منقي هذا شحال داير الكيلو هذا؟ 40 درهم. وهذا 39 درهم. دير واحد كيلو من هذا ما فينا ما ينقي. هذا منقي 40 درهم هذا 35 درهم فيه المهم ولكن غادي تغسل يتغسل. انتم الشوفان اللي بغى يدير الحريره صحيه الشوفان يمكن قال لي 25 درهم الكيلو.
شحال داير اللوز هذا الصغير؟ 70 درهم. يمكن نشريو غير هذا بركة علينا، ما كيبانش مزيان الصراحة. الكاميرا ظلماتو، اللون ديالو زوين. إلان، هذه زريعة إلان ياك؟ شحال دايره الكيلو هذه؟ 25 درهم. يلا كنا كنشريوها ب 15 درهم، كلشي تزاد. ف ب 30 دورو، 25. المهم 30 دورو، 15 درهم ياك؟ 20 درهم. واه حبرشاد زوين هذا. علاش التليفون ما بغاش يعطي شي لون نيشان؟ ها انتم، كاين في قيصرية الناظور سميتو معشبات باهي، في الطرف كاع فين كاين الطريق قريب صافي المركب، من هنا كتخرجوا المركب. ها انتم يبان لكم العربون، في هذا الشيء كيكونوا هنا اصحاب الخضر اللي كيبيعوا الفواكه والخضره. اللي ديت انا هي هذه، كنديها هكا تكون صحيحه، كنمسحها كنحيد ليها هاد القرجوطه باغيه كتحيد بالموس. صافي مسحوها مزيان بشي سربيطه تكون في الماء سخون وواحد شويه د الخل، صافي يبسوها في الفران. ولكن عندكم دغيا كتشوط، شعلوا الفران يسخن طفيوه وعاد تخشيوه في الفران، خليوها صافي كتولي مقرمله. هذا فليو مينتا. مساء الخير الحبايب ديالي، كي دايرين؟ نهار كامل وانا مساء الخير، مساء النور، سلام. نضر بقى وكاع ما درتهم، حيت نهار هذا النهار كاين شويه د الغيوم، هذا نهار عيد الحب. ملي كنسمع هذه الكلمه والله الا كنضحك. واش الحب عنده النهار؟ شريت هذا واحد نص كيلو ديال حبه الحلاوه ونص كيلو ديال النافع، والله ما عقلت. المهم داكشي اللي كاين في الفيديو هو هذاك، هذا 40 درهم اللي منقي الزنجلان. جبت 2 كيلو ديال الشوفان، غادي نحمرو ونقيه الا فيه شي حاجة. كيلو هكا، كيلو هكا بوحدو وكيلو بوحدو نقي. المهم الا فيه شي حاجة غادي نسخنو في الفران ونردو. دوماج ما عنديش الطحانة، ان شاء الله مازال غنشريها. المهم شات معكم كامل داكشي اللي جبت، نطحنو باش نخليه سميتو ندور به الحريره. جبت اللوز هنا كيلو صافي، كان عندي شي حاجه وعاد نزيد الى 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 بقى. هذا مسكه الحره 20 درهم هاد النقيطه. شريت هنا مويزه، شكون اللي كيعجبو مويزه زوين؟ ورق مويزه شريت يمكن 10 دراهم. وشريت هنا زريعة القزبر، انا كنستعملها بزاف. شريت هنا المساخن ولا الراس الحانوت، مخلطته ونغسلو. انا كلشي العطريه كنغسلها، حبه حلاوه ان شاء الله غادي نشارك معكم، واحد 3 د الحبات، 4 ديال الكوزه. ندير معكم ان شاء الله كلشي، راه جاي رمضان، ريحه رمضان يا لاله، ريحه رمضان بدات كتدخل للدار. يا سلام، يا ربي تدخلوا علينا وعلى جميع المسلمين، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي يا الحبيب. هذا الكمون ما شاء الله على الريحه فيه، طحنته حيت كان عندي، جبته واحد المره فغسلته نقيته، طحنت النص، كان عندي النص. هذه التحميره هي بدات كتطلق هنا في سميتو، فنه واحد المذاق فيها كتكون زوينه عاد سخونه. شنو جبت اخر؟ صافي غير هادشي، الله يجعل البركه في الناس. صافي هادشي اللي جبنا ياك، شنو فيه الشوفه؟ المهم هادشي اللي جبنا، صافي هادشي اللي كاين حبايب ديالي. درت معكم شويه شويه من حاجه الصراحه، والله ماشي كنعكز على التصوير، التصوير كيدي الوقت بزاف. علاش ما كنصورش معكم دائما في الدار؟ اي حاجه كنديرها التصوير، انا ماشي من النوع اللي كنبقى نقل غير كاميرا، خصني انا اللي ندير. مره كيكونوا البنات معايا كيعاونوني، ولا ما كيكونوش كاع. صافي الزربه، الزربه واش رديتوا البال الوقت؟ والله القسم الى الزربه.
النهار اللي كنرجع شويه نعس نتكا في الصباح ملي كنكون معطله كندير المونتاج الفيديو بالليل كنتعطل زعما سهرانه ما كنعسش بكري ملي كنفيق مع 6 دابا صافي بدا النهار كيكبر والليل كيصغر الفجر كيودن مع 6 نيشان شوفوا غير عينيا غيبانوا ليكم قريب نديروا هذوك والله يعاوننا ويفقنا وصافي. المهم كما شفتوا بغيت نقص عليا شويه باش ان شاء الله في رمضان تلاو مع الكوزينه بنادم يصلي يقرا شويه ديال القران ماشي عاد في رمضان نجبدوا لامبيسا غنجبدوا ضروري لا ماشي زعما ما نديروش ولكن المهم داكشي اللي المهم نحيدو علينا بحال هكا العطريه نغسلوها نقيوها نسخنوها نردوها الطحن شحال من حاجه ان شاء الله مازال غندير الا درت شي شهيوات ولا شي حاجه غادي نشارك معكم اكيد وصافي شنو كنت باغا نقول العقل ما ديوش عليا والله الا ما ديش عليا ان شاء الله دائما الطاقه الايجابيه والفرحه راه اي واحد عنده مشاكل وعنده ولك ديالي نتمنى محتوى تعجبكم فيديوهات ديالي يعجبوكم تستافدوا معايا انا المهم ديالي في فيديوهات ديالي تخرجوا مستافدين شي حاجه واخا تكون صغيره واخا ما تكونش كبيره المهم انتم العطريه اعطت المفعول المهم تخرجوا مستافدين شي حاجه فرحانين ولا استفدتوا شي حاجه هذا ما كان نحاولوا نديروا شي حاجه اكلت هكا كما الدراري شي حاجه صحيه شتو انا ما كنكثرش داك الشيء ديال اللحم وداك الشيء كنركز انا بزاف على الخضار وعلى المهم الاكلات اللي كيكونوا صحيين واخا كيكونوا قلالين المهم يكونوا صحيين ان شاء الله في رمضان بارطاجي معكم اي حاجه درتها والله يرزق الجميع الصحه والسلامه يا ربي ان شاء الله الله يطفي علينا هاد الغلاوات اللي كاينين باش كلشي يعيش كلشي يفرح وهذا ما كان هنا غادي نقول لكم سلامه عليكم انتم بغيتوا تقولوا سلامه نقلب الكاميرا نقلب ولا بلاش هذا ايوب صافي شافوك سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله باي 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 طفي الكاميرا طفي ابشويه